قرقنا المؤسسات. يوم نظمته شركة بتروفاك لتقديم مشاريع شباب جزيرة قرقنا لممثلي البنوك وإقامة جسور تواصل ربما يلاقي أصحاب الشهائد العليا صعوبات عدة في تشييدها، والغاية كانت المساهمة في النهوض بالجزيرة وأحوال أبنائها. البادرة متاع اليوم مثلا احنا سميناها ستارت اب، يعني لمينا جميع المتدخلين في خلق شغل وخلق شركات من بنوك، وكالة تونسية للاستثمار، وكالة تونسية للاستثمار الفلاحي، باش نحطوهم اون كونتاكت مع الخيان والشباب اللي عندهم في بعض الأحيان أحلام لكن مجموش يترجموها إلى واقع وإلى مشاريع. فجبنا لهم ناس اللي تعرف الترجم هذا إلى واقع وإلى مشاريع، باش يعملوا لهم دراسات جدوى، باش ينصحوهم، باش يقولوا لهم من الناحية القانونية كيفاش تعمل، كيفاش يجي. والهدف الأخير انه نعطيه يعني أرضية لكل شاب عنده فكرة انه يطورها باش يعمل مشروع ويخدم هو ويخدم الناس معه. يوم حضر فيه العديد من ممثلي البنوك وباعثي المشاريع كل لغايته، البعض من أجل المساهمة والمراهنة على المشروع الأنجح، والبعض لتحقيق حلم العمر في بعث مشروع يتوج سنوات الدراسة والجد يرضي جميع الأطراف ويفتح أبواب المستقبل الواعد. ظهرة سمحة به ياسر، تسهل لنا برشا كيفاش نعملوا لي كونتاكت مع البنوك اللي نلقاو صعوبة باش نعملوها وحدنا، ترشدنا توجهنا كيفاش نعملوا لي بروجي متاعنا، كيفاش نتحصلوا على التمويل، كيفاش نتعرفوا على الناس، كيفاش نعملوا لي زيتيد متاعنا. والله بالنسبة لنا في قرقنا ما يعملوناش برشا ايفينمون كيما هكا، بالنسبة لي هذه سي لوكازيون وجامي باش نعرض المشروع متاعي، وفرصة ما تتاحش كل يوم لي بروموتور واللي جون باش يتعرفوا على ناس يأطروهم ويوجهوهم ويعاونوهم باش كان فما مجال نبعثوا مشاريعنا إن شاء الله. شاركوا اليوم في التظاهرة هذه لتعريف الباعثين الشبان بآليات تمويل المؤسسات متاعها. والله حسب اللي شفته في من الوخيان الاولين اللي قعدت معهم ثلاثه، مازال المشاريع ماهيش المردوديه نتاعها، مازال ما عملوش دراسه نتاع المردوديه كيما ينبغي. لكن احنا حال ما يكون عندنا المشروع ظاهر حاضر للتمويل، احنا هوني نسمعوا ونجموا نمولوا، ما ثم حتى اشكال. والله جورني تحفونا ما كانتش عندها يعني سباقية قبل ما أنت في قرقنا هوني، وعجبتني خضر قينا برشا بنوك، تعرفنا على برشا عباد دي انفستيسور، ويعني كونتاكتينا العباد اللي كنا نجمو معناتها نلقاو صعوبة انه باش نمشيو لهم ونلقاهم في لي بوست. والله هي التظاهرة هذه معناتها من اقوى التظاهرات، خاطر معناتها تجم تسهل لنا برشا حوايج، برشا بيبان اللي كنا ما نعرفوهمش معناتها في الحكاية لي بلون دافير، كيفاش معناتها لازمنا ناخذوا معناتها نوسيون تاع القروض، وهذا حوايج هذه معناتها هما ماذا بينا التظاهرة هذه هي تشجعنا على الحكاية هذه وبتشجعنا كيفاش نعملوا دي بروجيات، معناتها حاجة هايلة ياسر ان شاء الله. عملت محاولات مع مؤسسات اخرين باش نقدم القرض، المشروع تاع القرض تاعي، جيت لهوني على امل معناتها ان شاء الله معناتها يرون القرض نتاعنا وعند المشروع نتاعنا باش فهمش القرض باش حاطين القرض حاجتي بيه. احنا في اطار استراتيجيتنا العامه ديما نشاركوا في التظاهرات ساعه اللي تم تنظيمها سواء على المستوى الوطني ولا على المستوى الجهوي، واللي الهدف نتاعها النهوض بالاستثمار الخاص وتشجيع الباعثين الجدد على احداث مشاريع. هذا التوجه داخل في اطار المهنه نتاعنا ونشاطنا الرئيسي، بحكم معناتها كما قلت لك احنا دورنا تمويل والاحاط في نفس الوقت. المجال نتاعنا مش باش نعطي موافقات تو، ما هو العمليه ما تتمش بالكيفيه هذه، لازم يكمل الملف نتاعو، يحضر معناتها الوثائق المطلوبه الكل ويحط المؤيدات نتاعو الكل، ويكون ملف عطيناه موك فكره باش يلتزموا بالموديل نتاعنا اللي حطيناه في السيت ويب باش يتبعوه على الاقل كخريطه الطريق. وقت اللي يتصب الملف نتاعنا عن طريق المكتب الجهوي في صفاقس ويتدرس معناتها الملف، ونكون معناتها عنده كادر معناتها شارجي دي دوسي هو اللي باش يتعمق معاه في المكونات الكل، يتعدى على لجنه القروض وقت تجي الموافقه ولا عدم الموافقه. الاجواء كانت ساخنه داخل قاعه العرض وخارجها، خاصه عندما يعرب البعض من اهالي الجزيره عن عدم رضاهم عما تقدمه المؤسسه والدوله من عنايه للمتساكنين ومحيطهم البيئي، والذي يعتبر مورد رزقهم الاساسي، والذي خلف العديد من ردود الافعال في يوم غاب عنه المسؤولون الوطنيون والجهويون.
احنا تعبنا في الثورة على خاطر بلادنا باش وقفناها على ساقية. اليوم همتني ولادنا اليوم يعملوا في شركات ويطالبوا بتشغيل الشباب، يعطوا وعود وعود كذاب، ما فماش منها حتى شيء، الوعود كلها كذابة، ما فما منه حتى شيء. الوعود هذه اللي عملناها احنا وجلسنا فيها في محاضر جلسة، لازم نتفاهم. هذا مولاد قرقنا وعاشوا برشا في وقت من الأوقات شوية تهميش وبرشا ثم شوية بطالة، والبحر يعني صعيب وعمال يصعب وما عاش ثم برشا خدم، ف يعني في شركة تعتبر نفسها انتربريز سيتويان، يعني شركة مواطنة تعيش مع محيطها وزي ما تتفاعل مع محيطها، مع أولادها، مع الشباب، مع البحارة، مع الفلاحة، لكن يعني ما تجمش تلقى حلول انت 100% لكل شيء، يعني فهمت، انت تحاول طلبيات مشاريع واضحه ومختصه به، هذو ما نشوفوهم نعملوهم نجمو نجاوبوا عليهم، وثم مشاريع مرتبطه بالبنيه الاساسيه هذه من مشمولات وزاره التجهيز، واحنا ماناش باش نعوضوا وزاره التجهيز. اه والله هذه قنطره ولا جوتي ناقصه شويه والبيجيه ما كملناهاش، بربي سي شريك يجي عاوننا الله يبارك، وسما بروسيسوس كامل زاد، خاطر ما نجمش ندخل لدارك ونمشي نبني القندره في دارك. كي تبدا البلاد فهمتي فيها رئيس، وفيها رئيس صحيح عنده ما يقول في روحه وعنده ما يعطي، يولي فهمتي ولا البلاد هذه تنهض، مش خليها هيك، هذه غرقنا. منبع تعرف منبع متاع مشاريع، منبع متاع تشغيل، واحنا كوميته صغيره قداش احنا عدوا في المنطقه؟ تسع مشايخ ما تلقاش فيهم 10,000 شخص. شنو مشكلتها هذه؟ جوز شركات ينهضوا بها البلاد. بين عرض المشاريع والمشاكل وطرح الحلول والبدائل، يبقى يوم قرقنا المؤسسة خطوة أولى لدى البعض، ربما تبني آفاقا اقتصادية وتجارية لجزيرة لها أن تكون ثاني جزر الأحلام في تونس.